مهندس أحمد محمد الخضيري، مدير إدارة التنمية المحلية بمركز ومدينة برج العرب، ومسؤول ملف حياة كريمة. حضرتك كلمنا عن تطور قطاع التعليم لمبادرة حياة كريمة هنا في برج العرب. وفي البداية كان في برج العرب كان في مشكلة ملحة، مشكلة الكثافة العددية للفصول، وبالتالي تم في ترشيح المبادرة زيادة عدد التوسعات في 13 مدرسة، تم فيهم توسعات على مستوى برج العرب والقرى التابعة ليه. حلت المشكلة الكثافة من كان أعداد الطلاب كان بيتجاوز 80 طالب في الفصل وال100 طالب، حلت المشكلة نسبيا، بقى ما بقاش في مشكلة الكثافة في كل المدارس، وراعت الكتلة السكنية والأعداد الموجودة في كل مكان، فمشكلة التعليم اتحلت نسبيا بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بدخول بهذه التوسعات اللي حصلت في المدارس دي. كمان في مدارس انشئت جديدة، وفي انشاء جديد في بعض القرى، من الغربانيات تم انشاء جديد في قرى الغربانيات، وقرية ابو سير تم انشاء جديد مدارس وتم الانتهاء منها وتسليمها. وحالت مشكلة كان في المناطق دي برضو كانت محتاجة لمدارس، وتم الانتهاء من المدارس وتسليمها وتم تسكينها حاليا.